الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها رضا الرحمن، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا رسول الله المؤيد بالمعجزات والبرهان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحباب، إن الرسالة المحمدية رسالة إنسانية جاءت لتراعي إنسانية الإنسان. من هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم طبقها تطبيقا عمليا لا قوليا، فطبق الإنسانية في التعامل مع الأطفال والصبيان، طبق هذه الإنسانية في التعامل مع الضعفاء وكيفية التعامل معهم ودين الجانب لهم قولا وفعلا وعملا. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل مهاجرة الحبشة الذين جاءوا من الحبشة: حدثوني بأعجب ما رأيتم. قال أحدهم: رأينا يا رسول الله عجوز من عجائز رهبانيهم تحمل قلة على رأسها، فجاء فتى فدفعها من خلفها فوقعت على الأرض وانكسرت كلتها، فجلست ونظرت إلى هذا الفتى وقالت له: سوف تعلم يا غدر من أمري وأمري عنده غدا، سوف تعلم يا غدر إذا وضع الكرسي وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم إذا جمع الأولين والآخرين ما يكون من أمري وأمرك عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. هكذا أيها الأحباب، نريد إنسانية نتعامل بها بين بعضنا بعضا كما كان صلى الله عليه وسلم. وكما يقول أحدهم: إذا أردت أن تزرع لسنة فازرع قمحا، وإذا أردت أن تزرع لعشر سنين فازرع شجرة، وإذا أردت أن تزرع لمئة سنة فازرع إنسانا بإنسانيته بمودته برحمته كما أمر صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة رضي الله عنهم طبقوا ما أمرهم به صلى الله عليه وسلم من تعامل بإنسانية مع الضعفاء مهما كان حجمهم ومهما كانت قيمتهم. عمر رضي الله عنه يخرج من بيته لنأخذ الدروس والعبر، فتستوقفه امرأة فيقف لها عمر رضي الله عنه، ويقف لها طويلا وتعظه، وتقول له:
لقد كنت تدعى عمير وتدعى عمر وأصبحت اليوم أميرا للمؤمنين، فاتق الله يا عمر، فمن أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب، فاتق الله يا عمر. وهو يقف ويسمع، فالصحابة رضوان الله عليهم قالوا له: يا أمير المؤمنين، أتقف لهذه المرأة؟ قال عمر رضي الله عنه، قال لهم: والله لو استوقفتني من أول اليوم إلى آخره فلن أنصرف من أمامها إلا للصلاة المكتوبة، ألا تعلم من هذه؟ قالوا: لا. قالوا أو قال لهم: هذه خولة بنت ثعلبة، هذه خولة التي قد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. أيسمع الله لقولها ولا يسمع لها عمر بن الخطاب؟ هيهات هيهات. أيها الأحباب، الإنسانية أمر لو قام به الإنسان فهو من الرحماء الذين سيرحمهم الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بالإنسانية حتى مع غير المسلمين، مع الأسرى، مع امرأة غير مسلمة وهي تنادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له: ابن علي يا رسول الله، من الله علي؟ فقد هلك الوالد وغاب الوافد، ولا تشمت بي أعداء الحي، لا تشمت بي أعدائي، فإني ابنة سيد قومي، بنت حاتم الطائي، بنت رجل كان يقر الضيف، يفشي السلام، يطعم الطعام، لا يرد طالبا، لا يرد سائلا. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. لماذا؟ لأنه يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق. قال أحد الصحابة: يا رسول الله، الله يحب مكارم الأخلاق؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدخل أحد الجنة إلا بحسن خلقه. لذلك علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان سيسأل يوم القيامة: ماذا عملت بما علمت؟ هل طبقت على نفسك؟ هل اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم في تعاملك مع أولادك، في تعاملك مع أهل بيتك؟ الكثير من البيوت في هذه الأيام نسمع طلاقا لأتفه الأسباب بسبب عدم التعامل بإنسانية ورحمة ومودة، لأن بعضهم تعامل بأساليب الشيطان، بأساليب الكبر. هل تعرض أحدهم كما تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخيل النبي يجلس مع أصحابه، يأتي إليه أو يؤتى إليه من طبق فيه طعام أمام ضيوفه صلى الله عليه وسلم، من عند
أحد نسائه صلى الله عليه وسلم. فمن شدة غيرة التي كان عندها النبي صلى الله عليه وسلم ضربت يد الخادم فوقع الطبق وانكسر ووقع ما فيه من طعام على الأرض أمام الضيوف. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام بيديه ويضم القصعة إلى بعضها يجمع فيها الطعام وينظر إلى أصحابه ويقول لهم لا تبالوا فقد غارت أمكم. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل ببساطة وإنسانية وسهولة، بل رفع قدرها وقال غارت أمكم أي أم المؤمنين، لم يعنفها. لو وقع هذا الموقف مع أحدنا هل سيقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعلل النبي فعلها بالغيرة، طبيعة في المرأة. لذلك علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا، أو كما قال الله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن سيدنا ونبينا وعظمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كيف يتعاملون، وكان يطبق على نفسه قبل أن يأمرهم صلى الله عليه وسلم. إن الإنسانية عند النبي صلى الله عليه وسلم بلغت حتى الطيور، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفورا عبثا عد إلى الله يوم القيامة يقول يا رب هذا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. حتى مع الطيور، فكيف ببني الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع غير المسلمين، لما جاء أبو بكر رضي الله عنه بأبيه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الشيبة يعلو رأسه ووجهه، قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بإنسانية وتواضع: هلا تركت الشيخ في بيته وكنت أمشي إليه بدلا أن يأتي إلي؟ قال أبو بكر: بل هو أحق أن يأتي إليك هو يا رسول الله. أيها الأحباب، علينا أن نتعامل بإنسانية مع الضعيف، مع المريض، نتعامل بإنسانية مع المحتاجين، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل المولى تبارك وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء: اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واذل الشرك والمشركين، اعل بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم سخر لنا الارض ومن عليها والسماء ومن فيها، وسخر لنا عبادك الصالحين من حولنا، وارزقنا من الدنيا اجمل ما فيها.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها وجلها وصغيرها وكبيرها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب الخير على مصر صب وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.